أهلا بكم. خلال الأشهر الأخيرة عرفت الجزائر انتشاراً واسعاً لفيروس كورونا المتحور الذي أدى إلى خسائر بشرية كثيرة، كما تسبب في ضغط هائل على المستشفيات والأطباء. لهذا السبب قررت وزارة الصحة مباشرة حملة التلقيح الكبرى عبر كامل التراب الوطني. فمن أين انطلقت الحملة وما حقيقة الشائعات التي طالت اللقاح؟ منذ بداية تصنيعه كثر الكلام حول لقاح كورونا وطالته الكثير من الشائعات، من بينها أنه يسبب العقم، يصيب بجلطات الدم، وأخرى تفيد بالموت فور تلقي الشخص للقاح. فما هي الشائعات التي لاقت انتشارا وسط المجتمع الجزائري؟ نشاهد. الشائعات اللي سمعنا إشاعات أنه يقول لك يطلع لك السكر، ممكن يغمى عليك، ممكن كما نقولوا عندك يعني قلبك يولي يخبط بزاف. كاين قدها اشاعات معناها عنده ديزيفي كيما نقولوا سيكوندير. خرين يقول لك ما كانش منو ستان فاكسان دو غريب، خرين يقول لك موش مليح اكزاكتومون، موش مليح ما على باليش له. انا سمعت كاين الناس يقولوا بلي اللقاح هذا مليح ويحمي من الفيروس هذا تاع الكورونا، وسمعنا ناس يقولوا بلي اللقاح هذا موش مليح وما تستعملوهش. كل واحد وشحته، واحد يقول لك 3 سنين وتموت، واحد يقول لك مدايرتها الدوله بالدم، واحد يقول لك ما كاينش منها. المهم الاشاعات بزاف عليها. اس نيوز سال مختصون عن مدى صحه الشائعات، حيث فندوا الافتراضات واعتبروها جهلا، كما لابد للشخص ان يتحلى بالوعي الكافي ليدرك مصلحته. نشاهد راي الاطباء. بالنسبة للإشاعات هذه، احنا عايشين بالإشاعات. الإنسان الواعي والمثقف وذاك ما يتبعش الإشاعات، باسكو يهضروا نيمبورت كوا. الفاكسان هذا اللي يديروا يولي عقيم، الفاكسان هذا بعد عامين راح تموتوا، هذه أكل إشاعات. ولادنا دي نوفوني طرف اللحم نديروا لهم بلوزيغ فاكسان، يزيد من نديروا له البي سي جي، ونديروا له تاع ليباتيت، نديروا له تاع السل، ونديروا له تاع التهاب الكبد الفيروسي. هذا كوين زيد نزيدو بعد دو موا ولا نزيدو نديروا له 3 زوتر فاكسان، ماشي 3، شاك فاكسان تلقى فيه اون اسوسياسيون تاع 3 فاكسان. في لا ميم سيونس تقدري ديري له 5 فاكسان ولا بلوس. وحنا عبد كبير، وان سول فاكسان ولا يبارك النهار الاول بالك كان تخوف باسكو سيت نوفو فاكسان وكلش، بصح دوكا لا يبارك ملايير لا يديرتو في العالم. انطلقت مشاهدينا هذا الأسبوع عملية التلقيح الكبرى تحت شعار باللقاح تعود الحياة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للتلقيح والذي يصادف 4 سبتمبر. الحملة انطلقت من ولاية البليدة التي كانت أول بؤرة للفيروس، وتهدف هذه الحملة التي لاقت إقبالاً لتلقيح 70% من المواطنين البالغين قبل نهاية هذا العام. نشاهد. ردت كتقني في الصحة أنه هذا العزوف هذا ما عنده حتى أساس من الصحة، حيتاش اللقاح يرتكز على أسس علمية. هو في الأول كان عزوف، ولكن درك ما كانش عزوف، إنما الشعب توعى شوية، وكان حملة تحسيسية يقوم بها الجمعيات، يقوم بها قطاع الصحة، فهمتي؟ المواطنين درك توعى وعاد يجي، ما كانش عزوف. ونقول للمواطنين باللي ما يخاف ما والو، تلقيح مليح ويرجعنا للحياة الطبيعية. مشاهدينا، إلى هنا نهاية هذا العدد من أس نيوز. ألقاكم في عدد جديد، في أمان الله.